وللمزيد حول الاستعدادات لموسم حج هذا العام معنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم فاروق عبيد رئيس اللجنة الطبية لأعمال بعثة الحج لمملكة البحرين. أهلا بك دكتور في نشرة الأخبار. إذا مع مغادرة أولى قوافل الحجاج البحرين إلى الديار المقدسة، حدثنا عن استعدادات اللجنة الطبية لخدمة حجاج البحرين هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لتلفزيون البحرين. طبعا نرحب بجميع حجاج مملكة البحرين ونتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، ونتمنى لهم الصحة والعافية. تكونت اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج بقرار من سعادة وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ومن خلال هذه اللجنة تكونت اللجنة الطبية المقررة سفرها إلى مكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام مملكة البحرين. واللجنة الطبية تتكون من 32 فرد، منهم الأطباء والطبيبات وطاقم التمريض والإداريين والمفتشين الصحيين وفني الأجهزة وفني الأجهزة الطبية. وستقوم اللجنة الطبية بتقديم كافة الخدمات الطبية لحجاج مملكة البحرين على مدى الساعة في عيارة مكة المكرمة وعيارة منى وعرفات. نعم دكتور إبراهيم، يعني ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحرص على سلامة الحجاج البحرينيين؟ وزارة الصحة ومن خلال اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج قامت بنشر الوعي الصحي الكامل والرسائل الصحية المهمة لحجاج مملكة البحرين من خلال الإذاعة والتلفزيون وسائل التواصل الاجتماعي لموقع وزارة الصحة، والتركيز بضرورة أخذ التطعيمات اللازمة للحج وكيفية الوقاية من أمراض الشائعة في الحج. نعم، وما هي النصائح دكتور إبراهيم التي تودون توجيهها إلى الحجاج؟ طبعا ننبه الحجاج ضرورة مراجعة المراكز الصحية اللي يدفعون لها لأخذ التطعيمات اللازمة وأخذ الأدوية خاصة الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب. وبعدين طبعا لان الموسم راح يكون في موسم حار، فنتمنى منهم تجنب اوقات الحراره الذروه خاصه في النهار الطواف، وياخذون لازم معهم كميه كافيه من السوائل. طبعا وفي الختام اقدم الشكر والجزيل الامتلال اللي ما كل من دعم اللجنه الطبيه على راس جلاله الملك وسمو ولي العهد الله يحفظهم وسعاده وزيره الصحه الدكتوره الجليله وسعاده الوكيل الوزاره الدكتور وليد المانع وسعاده وزير العدل السيد نواف بن محمد المعاوده. نعم. وسعة العميد الطبيب الشيخ فهد الخليفة، والشكر موصول كذلك لتلفزيون البحرين وجامعة الأهلي البحرين. الدكتور إبراهيم فاروق عبيد رئيس اللجنة الطبية لأعمال بعثة الحج لمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.